هاي الفصلات لعيون متابعين عبد الله حجازي. روح على الله. الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم بخير، وياكم عبد الله حجازي في فيديو جديد. طبعا الفيديو اليوم راح تشوفون سيارات خارقة، سيارات اسعارها بمئات الاف الدولارات، 200-300 ألف دولار، 100 ألف دولار، اسعار كلش غالية لهاي السيارات، وسيارات نادرة طبعا، من ضمنها المرسيدس SL65 AMG Black Series اللي هي اكو منها 350 نسخة بالعالم بس. يعني تخيلوا هاي الكرة الارضية كلها اكو منها 350 سيارة بس. سيارات كلش حلوة حتكون بهذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو ما رح يكون من امريكا، هذا الفيديو حيكون من الامارات، واللي ساعدني بتصويره اخويا وصديقي مصطفى الشرافي واخويا وصديقي علاوي. طبعا والناس همينة فهمتني غلط بنزل الفيديو مال الامارات. الفكره من تصوير فيديو الامارات وانا اريد انقل تجربه مشاهدتكم للسيارات مو بس من امريكا، اريد انقلها للامارات، لان الامارات همينة دوله كلش كبيره بالسيارات. فطبعا الفيديوهات اللي راح تطلع من الامارات حتكون مختصه بمزادات الامارات، بمكانات التصليح، شلون تصدر للعراق، ومعارض السيارات الفاخره مثل اللي راح تشوفوها اليوم. يعني همين حتكون تجربه جديده وممتعه. وطبعا اكو ناس فهمت غلط، تصورت انه انا تركت القناه او مصطفى دخل وياي الشريك بالقناه. لا، هو مصطفى اصلا مو يوتيوبر، بس انا اقترحت عليه، قلت له انا حبيت اوسع التجربه من امريكا الدوله الثانيه مثل الامارات، بيها سيارات كلش هوايه وسيارات كلش حلوه. طبعا الولد ما رفض لي الطلب وقال لي تدلل وعد عيناك. فريدكم تشوفون فيديو اليوم وتكتبوا لي شنو رايكم بالفيديو بالتعليقات، وتقولوا لي شنو رايكم امين بالسيارات النادره اللي راح تشوفوها. خليكم ويانا، راح يكون وياكم مصطفى الشرافي علي العاملي. خليكم ويانا. طبعاً هنا أنا نبدي بأول مشروع رفع الضغط وأمراض القلب المبكرة. شركة فراري كل 5 سنين تغير الطراز للسيارات اللي هي للخدمات المدنية مو للسباقات. هاي اللي هي الفراري F12 بدت سنة 2013 وانتهت سنة 2019. طبعاً هاي استبدلت سنة 2019 بسيارة فراري السوبر فاست. طبعاً هذا بث مباشر العرين الأسد، طلعنا عرين الأسد علاوي، باو على الأسد. هاي السيارة تميز الماكينة الأمامية، تمام، ماكينتها مو ميد إنجن، ما تكون ماكينتها بالخلف، مو تكون ماكينتها اللي ورا. هاي الماكينة 6312 سلندر، تولد 740-745 هورس باور، ماكينة تنفس طبيعي، لا توربو لا سوبر تشارج لا برو تشارج أبدا. طبعا واحدة من أقوى المكاين اللي صنعتها فيراري تنفس طبيعي، لأنها تعتبر أقوى ماكينة للسيارات المدنية. نعم للعلم اقوى ماكينه يعني مو للسباقات، مو للسباقات يعني استخدام يومي. اقوى سياره فراري للسيارات المدنيه. نعم استخدام يومي. زين شوفها طبعا من الداخل. ها ما ترهم يجي وما نسمع زير الاسد هسه، لازم نسمع زير الاسد. شوفهم بس الداخل، طبعا اكيد فراري، فاكيد يعني الكربون فايبر والسوالف هذني عندهم عادي عادي يعني. شغل السياره يا الله. طبعا طريقة التشغيل كالآتي. طبعاً. يلا خلي زر لزق اخوي، خل تحمي. اوكي ايوه اديله. الله الله ما شاء الله. طبعا الله. سيارة جديدة ماشية 8000 كيلو، يعني اخوي ما ادري انا تتلقاها من الصوت. شوف 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 الله. طرب 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 طرب. طبعا هي سعرها الاصل 30 شده، الفيكه الحلوه بيها مشت بس 8000 كيلو، طاحت تقريبا نص السعر، يعني حاليا سعرها 17 شده.
يعني بعد شلونكم؟ شلونك علاوي؟ منزلنا قلت له شدات. شوف هي اذا بس على احمر اشتري. اي اللون ما عاجبني. اي ابو صفار. ما شاء الله طبعا سياره جميله جدا. علاوي يعني دعت امك اذا عندك هي السياره شو تسوي؟ ما اطلع يا عبد الله. تدري شو اسوي؟ شوف والله مطن. تدري شو اسوي؟ اشيل الكشنات. ايه بس اركب بيها هو اصلا لك شنو حتى الهورن اشيل عاد تخاف تسلمون علي. طبعا هنا عندنا الوحش الجميل الجديد اللي ويانا بالحلقه اللي هو البورش جي تي 3 ار اس. طبعا هذا يختلف عن الجي تي 2 ار اس. طبعا يجي قوه 550 حصان، الجي تي 2 تجي بقوه 650. طبعا هاي السياره تجي دفع خلفي، المحرك من الخلف تنفس طبيعي. طبعا 4000 ماكينتها 4000 سي سي بدون توربو تنفس طبيعي تمام. هتجي كليكسوزات بالنص تفرق طبعا هاي عن الجي تي 2 ار اس. جي تي 2 ار اس اغلى واخف السياره واكثر تقريبا من 600 هورس باور، ب 100 وشي هورس باور. طبعا هنا أنا اتوقع لا وحتى كجناح مفروض اكو جناح. هاي بيها جناح يجي زين جناح كبير بس هو شايل ما يفوت حلبات الظاهر. إيه؟ مو مال حلبات. وحتى اتوقع هنا باع الويل ايش كبره صينيه مالك ليميا زامبيا. طبعا التيارات كلهن بايلوت سوبر سبورت كاب 2. هذا هو نفسه اللي حاطين كانوا على يمكن 22 والله ما ادري خير من الله كبير. طبعا السياره المفروض مثل ما قال مصطفى تيجي بيها رول كيج وجناح لي ورا. طبعا شوف هذا من تخفيف الوزن، هذا مو جام، هذا مو جام، هذا بلاستيك او فد نوع من بس ينطي اداء اقوى. طبعا هذا على مود تخفيف الوزن. شوف حتى هذا مو جام، هذا حتى بالحوادث علاوي يمتص اي اقل خطوره من الزجاج. طبعا السياره اذا نشغلها طبعا هاي هنا عندنا داخليه السياره فايبر طبعا اكيد كاربون فايبر. خير ما حاطين شيء هنا انا كل شيء ما كذي انا البورش هو كله يجي طلب خاص. أيه؟ كله طلبيه خاصه يعني شو تريد انت يسوي لك بيه بالضبط. طيب تمام فهذا طالبه حتى اصغر التفاصيل انت كل شيء كل شيء لان تجي كلش حتى السويتش من هنا كاربون فايبر. بس والله لايقت لك مو بالله لايقت لك حجي. خلينا نشغل شغل بس ما بيها بنزين مفاولينهم وياه ونجي يلا. طبعا هاي اللي ورا المفروض يكون اك رول كيج يا تشوف هناك ناي الربط. هذا رول كيج اللي هو القفص القفص الحديدي او شيء ما اعرف والله بالضبط. هذا حتى يزيد من ثبات السياره ويزيد من ادائها على الحلبات على اللفات على الكاميرات. التفاصيل هاي الصغيره اليدات كلها كاربون يحسسك بيها رياضيه اكثر. يعني شوف هنا أنا على مود تلزم رياضيه اكثر. افتح لنا الباب هاي شوف شلون طريقه فتح الباب. هاي هذا الحبل بس هيك بالحبل بس هذا انقطع الحبل شلون؟ هاي تبقى جوا طلع من الجامع. ها طبعا كله كاربون فايبر داخليتها جميله جميله جدا. طبعا هذا شامو او يسموه الكنتارا الستيرنج. هاي دوسه للمتابعين نسمعكم الزهير. روح 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 دوس. الله الله طرب 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 يا اخي. الله الله طبعا علاوي الصوت احلى من اغنيه فيروز الصبح الله وكيل. طبعا الصوت يتغير بالدقمة. هاي هاي سديت الاكزوز هسه تمام. شوف هسه اسمع الصوت راح ندوسها نفتحها نفتح الدقمة هاي فتحت البوابات مال اكزوز. طبعا هاي ماشية 1650 تقريبا كيلومتر. ما ماشي هواي بس ماخذ فرة قدام باب البيت ها بس طايح من سعرها هواي يعني 22 شدة بس 220,000 دولار يعني مقارنة بسعرها الاصلي تقريبا نازل النص نص السعر. اي شوي اقل من النص. اي هاي الوحش الالماني هاي اس ال 65 بلاك توربو. انت ايش بيك حجي؟ ايش بيك؟ تعبت والله العظيم. والله تعبت. يا ضغط عندك؟ نفسيتك. والله تعب وحرقان دم هاي البلوجات. طبعا هاي الماكينه 6000 12 سلندر هاي باي توربو.
بالضبط؟ 621 حصان. اي، ها طبعا النسخه المطوره والنسخه المحدوده من ال اس ال 63، هاي اس ال 65. ها طبعا سياره نادره جدا، كلش نادره، هاي كلش نادره. هاي طبعا البادي منفخ كله، وايد بادي، فتحات التهويه. طبعا هاي النسخه المطوره من مارسيدس اس ال. اي هاي النسخه السوداء على قولتهم، سوداء بوجههم. اي والله بلاك سيريس. طبعا هاي سياره نادره، يعني قليلات بالعالم، نسخه محدوده، هاي جدا محدوده. هذا كله مشتغلين كاربون فايبر. هواه مشتغلين بالشيخ عمر يمكن. هو كله بالشيخ عمر. هذا كله كاربون فايبر، بس يخففون وزن. يخففون الوزن. حتى الكفر مال ماكينه كاربون فايبر، وحتى الشاسي مدعم بالكاربون فايبر. هسه نشوف طبعا من جوا. طبعا السياره جميله جدا، ماشيه 6000 كيلو فقط. سيارة 2010 نهاية توقف إنتاجها. أنت لو تشوفون السيارة بالحقيقة فتشي وحش 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 ألماني. سنشغل لكم السيارة عمي، لو ما تريدون نشغل لكم إياها. تعال شوف السيارة دواخلها ما شاء الله. طبعا هاي سيارة 2010، تحبون السوالف كلها تمشي 360 هاي باللوفر. أتوقع هذا اللون الأحمر طلب خاص يكون. أي هي تيجي. أي صحيح، في جمرات كلها سودة بالضبط. بلاك سيريس. طبعا شنو الأحمر ويا الأسود؟ فد كومبو خيالي. شوف الكربون، كربون فايبر بكل مكان، كل مكان. الاي ام جي باع هنا، هذا كربون فايبر، هذا كله كربون. نعم عندك الاي ام جي، هذا كله كربون. طبعا الكربون من قلكم الشاسي مدعم، هذا كله كربون فايبر، هذا كله كربون فايبر، الباب كربون فايبر. هي سياره هاي يعني نسخه محدوده من المرسيدس الاس ال، هم نزلوها اس ال 65 12. انه شغل لكم اياها، العب طعلاوي، خلي الاسد يعرف عن نفسه. روح. والله هاي الفصلات لعيون متابعين عبد الله حجازي. روح علام. اديله روح. طعلاوي اسالك سؤال وتجاوبني بكل صراحه، لايقتني؟ لا تريد الصدق؟ لا صدق والله. طبعا هاي سعرها مو هواي، 22 شده، وهم نفس المشكله، اللون ما عاجبنا، يعني لو اكو منها اخضر بنزرقي ناخذه. طبعا هاي SLS AMG 2013، هاي السيارة طبعا توقفت عن الانتاج. هاي من السيارات النادرة علاوي. اي طبعا هاي وقف انتاجها. ايه واعتقد موجودة هناك، نزل مكانها المرسيدس جي تي اس، اذا اي هذيك هيات، هذا اللي نزل بدالها. طبعا هذا الوحش اللي نزل مكانها، بس ما تتقارن بذيجي، ذيك اسطورة. يعني اسطورة ذيك، يعني احنا ما ندري ايش نحكي، يا شركة مرسيدس من حرقان دم الحرقان دم. خلينا نشوفكم الاس ال اس، وراها نرجع نشوفكم الجي تي اس. طبعا هاي الاس ال اس توقفت، هاي 2013 توقف انتاجها، هاي بعد ماكو. شوف الماكينه شنو، هاك حبيبي هاك. خلنا خلي شوي نشوف، افتح 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 افتح. ليقمز عليه، لا ليقمز، لسه خرموشك. الله اكبر يا اخي، 6200 اقول لك بعد ما قاعد تحمل. اي والله 6200 سي سي ما شاء الله، اللهم ماشي. 6200 سي سي، 583 هورس باور، بس سيارة خيالية. طبعا هاي قد ما نادرة مو للبيع، هاي بس تنعرض تحفة، حطيها هنا يزينون بها المعرض. طبعا هاي عندنا هنا دواخل السيارة نفس الموضوع، كله كربون فايبر. هذا هنا كله كربون فايبر، كله كربون حتى يخفف من الوزن. بالضبط كربون فايبر. وطبعا كالعاده الكومبو مال اللون الاحمر ويا اللون الاسود الرياضي ينطف فد انطباع كلش جميل جوا السياره. خايفين عليه؟ با 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 طبعا طبعا تخاف عليه علاوه، اذا عندي ما ركبك بيها، مو اخاف عليه. هاي هسه راح نشغل لكم اياها بث مباشر للاسد من راح يزعر. هاي جي تي، طبعا هاي جي تي ديشن. سمعنا شويه من الطرب، بس لا هواي، لا تدوس هواي، حايط وراك لا ينزلوا. Thank you.
سمعنا شويه للمتابعين. طبعا هاي المصيبه الثالثه ويانا اليوم من شركه مرسيدس، هاي المرسيدس جي تي اس، هاي نزلت بديله للسياره المرسيدس اس ال اس اللي راويناكم اياها قبل شويه. هاي طبعا تجي محرك 8 سلندر 4000 سي سي توين تيربو 503 حصان. هاي طبعا بث مباشر الاسد مرسيدس هنا، طبعا همين كاربون فايبر. طبعا شوف التوين تيربو مالها وين على مدى التبريد. اي بالضبط بالضبط، التوربو هنا يكون ابرد. اي مرسيدس طبعا حتى هذا كاربون فايبر، كله كاربون. طبعا كل المرسيدس الاي ام جي من يتصنع ينكتب اسم الشخص اللي صنع الماكينه، ها كله تصنيع يدوي الماكينه بالضبط يدويه، وهو هذا سبب ارتفاع سعره بالضبط. هاي الاي ام جي شفناكم اياها، شفناكم التوربو موجود مثل ما قال مصطفى. طبعا هاي الكربون فايبر مثل ما قال مصطفى، التتشات الكربون فايبر بكل مكان موجوده. شوف اللب. حتى الجوانب هناك، حتى الجوانب المري. ها طبعا في 8 باي توربو، طبعا دي سحر الكربون فايبر يعني يجي خفيه و... ايه ما شاء الله. طبعا داخليه حمراء. طبعا شعار الاي ام جي غني عن التعريف، من سياره ام جي ويا الكربون فايبر. طبعا هنا راح نسمعكم صوت المحرك. شغل علاوي، اديله اديله. وهاي لعيون متابعين عبد الله حجازي، قسم الله الله. يعني هذا الصوت عبارة عن هرمون سعادة، يعني شو تريد من الدنيا إذا تسمع هالصوت كل يوم. طبعا هاي ماشية بس 70,000 كيلو متر وسعرها 7 شدات فقط لا غير. طبعا لهنا انتهى فلوقنا لهذا اليوم، أتمنى كان الفيديو خفيف الظل واستمتعتوا به، وإن شاء الله وافيناكم بمعلومات مفيدة. أتمنى أشوف منكم تعليقات واقتراحات على الفيديو هذا، وأشوف أراكم إذا عجبكم أو لا. طبعاً إن شاء الله إحنا حنكون موافيكم بكل الأمور اللي تخص عالم السيارات بدولة الإمارات العربية المتحدة، من مزادات، من سيارات فارهة، من معارض، من عروض سيارات. طبعاً حتكون موجودة بالأيام المقبلة بس تخلص أزمة كورونا إن شاء الله. بالضبط. وحيكون أكو استعراض، حيكون أكو الفورمولا 1 إن شاء الله بشهر 11 إذا انحلت الأزمة يعني قريباً. حنكون موافيكم كل الجوانب اللي تخص عالم السيارات، من سيارات احنا نسميها مدعومة يعني اللي هي سيارات اللي بيها حوادث، من مزادات السيارات، معارض السيارات، سيارات الفارهة، يعني نغطي لكم بشكل عام كل ما يخص عالم السيارات، ونشوفكم على خير إن شاء الله. كان وياكم من قناة عبد الله حجازي في الإمارات مصطفى الشريفي علي العاملي، دمتم بود.